السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في برنامجنا ديال الطبخ والحلويات. اليوم غنقدم لكم مسمن في الفرن. نمشيو دابا للمقادير. غنحتاج هنا، عندي هنا كيلو ما بين فورس وسبيسيال، الملح والسنيده والماء دافي. نمشيو دابا نعجنو المسمن ديالنا. ندير دابا قياس ديال الماء ونخليه يدور حتى يتدلك مزيان، من بعد نطفي عليه. كيف ما كتشاهدوا معايا، من بعد ما عجينا العجينه ديالنا دابا غنلولبها ونخليها ترتاح. نجيب دابا المسمن من بعد ما ترخف، نرش سبيسيال نجيب اللي ورقت الاولى عاود واحدة اخرى، انا هنا درت ثلاثة في واحد. انا غنستمر على نفس العملية حتى نكمل كاع العجينة اللي عندي. من بعد ما طاح وندردر، انا هنا السنيده ما درتهاش في العجينه، كنديرها هكذا من فوق من المسمن وندخله الفرن. انا غنبقى تنكمل كاع السمنات اللي عندي وندخلهم الفرن. كيف ما كتشاهدوا معايا سيداتي، المسمن ديالنا من بعد ما طاب خرجناه من الفرن كيفاش جا. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه. الى اللقاء، الى فرصه ثانيه ان شاء الله.